السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. هل سيلعب السوري عمر السومة بدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل لصالح نادي الكويت الكويتي؟ قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. دخل الدولي السوري عمر السومة في حسابات نادي الكويت الكويتي بشكل جدي بعد أن أبدأ الطرفان الكويت والسومة رغبة مشتركة. وقالت مصادر مطلعة في نادي الكويت لموقع الجريدة إن المفاوضات بدأت منذ فترة وسط جدية من الكويت لجلب محترفين مميزين على رأسهم السوري عمر السومة تمهيدا للمشاركة المحتملة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل. يذكر أن السوري عمر السومة قد سبق أن مثل القادسية الكويتي في عدة مواسم ويملك إقامة سارية في الكويت. من جهة أخرى حصل الكويت على ترخيص الاتحاد الآسيوي للمشاركة في دور الأبطال بالموسم المقبل 2020، وحل الاتحاد الكويتي إلى جانب كل من اتحادات طاجكستان والهند وسوريا والأردن والبحرين ضمن ترشيحات الاتحاد الآسيوي إلى دور الأبطال بشرط أن تلبي هذه الاتحادات كل الشروط اللازمة للمشاركة. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.